لا صوت يعلو على صوت الأسود غير المروضة الكاميرونية، كتبها رفقاء فانسون أبو بكر في سجلهم للمرة الخامسة متحدين إصرار الفراعنة. أداء الأسود طغى في النهاية على حديث الصحافة التي كان انتقادها لاذعا. أتمنى أن تكون الصحافة الكاميرونية فهمتني الآن بكل احترام. ليس لدي مشكلة إن قام صحفي ما بانتقاد لاعبي المنتخب أو اختياراتي، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار محترم. وأعتقد أن الإعلام الكاميروني تفهم الأمور في الفترة الأخيرة وتحسنت الأمور أفضل بكثير مما سبق. حضر النجوم وغاب السحر عن ألمع المحترفين، لكن في المقابل حضرت روح المجموعة في المنتخب المصري ليصل إلى النهائي. اللاعبون كانوا رائعين على أرضية الميدان، لقد قاتلوا في كل المباريات لغاية النهاية. في بعض الأحيان كانت تخونون اللياقة البدنية، لكنهم قدموا كل ما يملكون على أرضية الميدان. لقد كنت لاعبا دوليا مع بلادي السنغال، وطالما اللاعب قادم لتمثيل منتخب بلاده فسيقدم كل ما يملك. أنا لا أؤمن بمن يقول إن اللاعبين لا يقدمون كل ما يملكون مع منتخباتهم عكس نواديهم، يبقى هذا الكلام كلام الجمهور العادي. الغابون التي نظمت العرس الإفريقي الكروي بشكل استثنائي ودعت البطولة بعلامة استفهام كبيرة. هاد الكاس الافريقي ما خدمتش كثير في المنتخبات، خاصه اللي عندهم لاعبين مهاريين اللي عندهم لا تكنيك. بالنسبه للمنتخبات هذو اللي ذكرتي لي مثل بوركينا فاسو، يقدروا يلعبوا على الوضعيه اللي عايشين الحين على الملاعب اللي حنا كنشوفوها. فكنظن لو كانت مثلا الملاعب صالحه لاجراء مباريات ديال كاس افريقيا، كنت كنظن بيني وبينك معك صريح انك تشوف المنتخب الجزائري والمغربي والمنتخب التونسي يمشيو بعيد في كاس افريقيا. على الرغم من أن طرفي نهائي كأس أمم الغابون هما تقليديان مهيمنان على البطولة، إلا أن ذلك لا ينفي فرضية زوال القوى التقليدية قريبا. الخلاصة من الكأس الأفريقي أنه لم يتبق هناك فريق صغير، كل الفرق متقاربة في المستوى، وبإمكان أي منتخب أن يفوز على المنتخب الثاني. لقد تطور المستوى كثيرا. حين ترى الطريقة التي لعبت بها منتخبات مثل زيمبابوي أو أوغندا ستفهم الكثير. طوى الأفارقة صفحة الصراع على الكأس الإفريقية الأغلى، وقريبا تعود المنافسة لتحتدم بينهم من أجل تذاكر الترشح إلى مونديال روسيا 2018.